يسعد صباحك. شو عم تعمل؟ كنت بدي روح على الجيم. لا، أول شي في عنا مشوار. مشوار شو؟ بدنا نروح على بيت كاظم بيك، لأن فريد وسيران بقيوا هنيك. إيه؟ إيه؟ بدنا نروح نعتذر منهم. كيف؟ أمي أنت مستوعبة اللي حكيتيه هلأ؟ إيه نعم مستوعبة، بدنا نروح لهنيك وبدنا نعتذر منهم أنا وياك. ماما أنا مستحيل أعمل هيك شيء، ومن بعد إذنك لا تحرجيني بهيك طلب. نسيتي كلام مبارح؟ أنا نسيت شو حكيت مبارح، لأنه أنا أكتر حدا بيعرف قديش أنت قلبك طيب. أنت قلبك ما بيحمل حقد على حدا. العتب مو على الكلام اللي نقال، العتب على اللي خلاه يحكي. شو بيقول كتابنا العزيز؟ وأما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأنت كمان لازم تستعين بربك وتغفر الغلط، لأنه التصرف بشكل سيء مع الناس بيتعارض مع إيمانك يا كايا، وأنت ما رح ترتاح إذا ما غفرت وسامحت يا كايا. بس كمان الرضا بالظلم بيتعارض مع إيماني. لهيك يا أمي لا تجريني على ارتكاب ذنب. خلص بلا ما نتعاطى مع حدا وبلا هالروح. بدنا نروح يا كايا، بدنا نعمل هالشي. هذا ما بيقلل من قيمتنا. طوعني وشوف كيف رح يرتاح قلبك. رح نروح من شانك. عن جد حبيبي فرحت كتير، كنت بعرف انه ما رح تخلي الأفكار السوداء تسيطر عليك.